الحقني يا ابو لمعه، الحقني يا ابو لمعه. ايه؟ مين ده؟ ايه اللي جاي يخبط الساعة دي؟ ايه؟ الحقني يا ابو لمعه. الحقني يا ابو لمعه. ايه يا خوات؟ ايه؟ بيت الخرب. اتفضل اقعد ارتاح. بيت الخرب. اتفضل اقعد ارتاح. بيت الخرب. اتفضل ارتاح. ايه يا خواجي؟ الحقني يا ابو لمعه. ما بقاش حلت حاجة وبيت اتخرب وبقيت على الحديدة وادي الحديدة قدامك اهي. ايه ده يا خواجي؟ انت جيت للراجل الصح بيحل كل المشاكل، دكتور نفساني ومعاه كل الحلول. وساد نفسي يا خواجي بيبعتولي ويستشيروني. ده السنة اللي فاتت يا خواجي قالولي مفيش منكم غير اتنين، هتلر في الغرب وابو لمعة في الشرق، داني عايزين يعملوا لي تمثال. عرفت يا حبيبي ان انا جيت للرجل الصح، شوف بقى المشكله وحلها لي، لان انا خلاص غلب حماري. قول يا خواجي كل ليك يا زن صغير، هو انت اتنقلت على العيله وقلت حاجه وانا ما حلتهاش؟ اسمعني يا ابو لامع، اسمعني يا حبيبي، هو انت عاطيني فرصه اتكلم؟ ده انا جربت اتجنن يا اخي. احب على رجلك يا اخي، اديني احب على رجلك. اديني سكت خلاص وقفلت بوق ابو الضبه والمفتاح، واديني سامعك اهو اهو اهو. اقعد بقى. ايه؟ اتنين يا اخويا شرطه، واحد مفتش تموين، جون المحل وبيقولوا انت سارق السكر ده منين؟ قلت لهم ده انا شاريه من المصنع وببيعه حسب التسعير. قوم ايه يا ابو لامع؟ خدوا الشاي والسكر والزيت والرز وشمعوا المحل بالشمع الاحمر. والادهى من كده يا ابو لامع ايه؟ هو في مصيبه، ادهى من كده. اقعد بس اقعد ما تقاطعنيش، خلينا نشوف حلها ايه والحل فينا. اتكلم اهو، ما انت سنتك طويله وصودا يا خواجه على دماغك. وبعدين يا ابو لامع ايه؟ لقيت اتنين الشرطه ومفتش التموين بيبيعوا في البضاعه بتاعتي على اول الشارع. يعني هو انت يا خواجه اللي صنع البضاعه بتاعتك؟ ما صنعش غيرها. قول كلام معقول يخش الدماغ. هي البضاعة بتاعتي يا ابو لمعة وختم المحل بتاعي عليها. بص، حل المشكلة بتاعتك دي مش في ايدي. امال في ايد مين؟ وجع دماغ من الصبح تقول لجهاز الموساد وهيعملوا لي تمثال وبتسرح بي، حرام عليك يا ابو لمعة. حاشا لله يا خواجي، انا عايز احل مشكلتك. اقعد. بص يا خواجي، احنا نروح للمسؤول ونشوف الحاج. اروح معاك لاخر الدنيا، اروح للكنيسة ذاته، هو انا صغير؟ يلا بينا يا خواجه نروح للمسؤول. جوه. يلا بينا يا ابو لامع، يبشرك بالخير. سعادة الباشا المسؤول. فيه ايه؟ في اتنين بره عايزين يخشوا. خليهم يتفضلوا. اتفضل. شكرا حبيبي. اهلا يا ابو لمع. كيف حالك؟ عامل ايه يا باشا؟ شرفتك. الله يخليك يا ست المسؤول. عامل ايه؟ الله يخليك. اتفضل. زي الصح. اتفضل. مبارك يا باشا. الحمد لله يا ابو لمع. شايف بيرحب بيا ازاي؟ شايف كنت بلعب اللي هو تنس في فريق واحد. هو التنس لفريق واحد يا ابو لمعه؟ ده انت قديم قوي يا خواجي. ايه ايه يا ابو لمعه؟ انت عندك مشاكل؟ طول ما انا في الوزاره مفيش اي مشكله، احنا على طول نحل اي مشكله، احنا تحت امر الشعب. ربنا يخليك للوزاره والشعب يا سعاده البيت ويعلم ادبك كمان وكمان. انا عارفك يا ابو لمعه، انت انسان خدوم وبتحب الناس وبتحب البلد، عشان كده انا مديلهم اوامر انك تخش مكتبي في اي وقت على طول، بابي مفتوح لك يا ابو لمعه.
ربنا يخليك يا سعادة الباشي. هو مين اللي معاك ده يا ابو لمعة؟ احكي المشكلة يا خواجة لسعادة البيه وهو يحلها لك على طول. سعادة الباشا يا مسؤول يا كبير، اتنين من رجال الشرطة وواحد مفتش تمويل دخل عليا المحل النهاردة، خدوا الشاي والسكر والزيت والرز وشمعوا لي المحل بالشمع الأحمر. راحوا باعوه في محل تاني لحسابهم وخلونا على الحديدة، والحديدة اديتها لأبو لمعة. هو أنت يا أبو لمعة ما فهمتهوش إن إحنا بنعمل خطة جديدة في الوزارة وإن الحكومة هي اللي تبيع وتشتري وإنتوا الشعب تقعدوا معززين مكرمين في بيوتكم، إحنا بنتعب عشانكم كله عشان الشعب. يحيى العدل، شفت يا خواجي أنا مش قلتلك إن مشكلتك دي أمرها بسيط وإنت عايز توقف التنمية بتاع الحكومة والخطة؟ إيه؟ هو أنت بتلبسني يا أبو لمعة؟ هو أنت هتعترض على خطة الحكومة؟ لا طبعاً يا أبو لمعة، ربنا يخليك لينا يا حكومة ويجعلك ستر وغطى علينا. أدي مشكلتكم حليناها، وأي مشكلة تقابلكم بابي مفتوح 24 ساعة، أنا تحت أمر الشعب. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. مع السلامة يا أولاد. وأي حاجة تقابلكم أنا تحت أمركم. شكرا عليك يا باشي. ربنا يخليك فينا يا سعادة الباشا المسؤول. يحيى العدل، يحيى العدل.